في المحاضرة دي هنكمل الـ binomial distribution. في المحاضرة اللي فاتت أخذنا أمثلة كتير قدرنا نتعلم منها في مواقف متعددة، هل الموقف أو السيناريو اللي قدامي أقدر أعمل له modeling كـ binomial distribution ولا لأ. وفي المحاضرة دي هنكمل توضيح أكتر للـ conditions الخاصة بالـ independence الخاصة بالـ binomial distribution، وهناخد أمثلة نطبق فيها الإيكويشن اللي خدناها المرة اللي فاتت الخاصة بالباينوميال ديستريبيوشن، وهنتعلم نحسب المين والفاريانس الخاص بالباينوميال ديستريبيوشن. وفي نهاية المحاضرة هنتعلم إزاي قيم الاحتمالات ممكن نحسبها باستخدام إكسل فانكشن. هنفتكر مع بعض الشروط الخاصة بال independence requirements في binomial distribution، وكانوا شرطين، هو ان trials تبقى independent وان probability of success B تفضل ثابتة across trials. اللي بيهمنا هنا ان في كتير من المواقف اللي فيها فحص عمليات الانتاج، لو انا قدرت اعمل sampling عشان افحص المنتج وقدرت اصنف نتيجة الفحص بان product either defective or not defective، فغالبا ما بيبقى الـ binomial distribution مرجح للاستخدام في السيناريوهات دي. ولكن الفكرة هنا ان احنا لازم نبقى careful، هو السامبلينج ده اتعمل ازاي. عندنا نوعين من السامبلينج، دول بيفرقوا فرق كبير في الـ independence وفي قيم الـ probabilities، اللي هو السامبلينج without replacement والسامبلينج with replacement. عشان نفهم بصورة أوضح هنبص للمثال ده. أنا عندي الصندوق ده فيه عدد الكور الحمراء ديت والزرقاء، وأنا المفروض هسحب اتنين وعايزة أحسب احتمال إن هما الاتنين يبقوا باللون الأحمر. فهنشوف الحالة الأولانية اللي هي حالة الـ without replacement، إن أنا هعمل بيكنج للكرة الأولى، وبالتالي حالة بيكنج الكرة الأولى هيبقى الاحتمال عدد الكور الحمراء على العدد التوتال. وبعدين طالما انا شلت واحده يبقى كده، لو انا باجي احسب احتمال الثانيه تبقى حمراء يبقى كده فاضل اتنين حمر بس على العدد التوتال بقى سبعه. وليه عملنا مالتيبليكيشن هنا؟ لان انا بحسب بيك اند بيك، يعني تو ايفنتس عايز اجيب التقاطع بتوعهم، انما الاولى حمراء والثانيه حمراء، وبالتالي ده احتمال ان الاولى حمراء، وده الكونديشنال بروبابيليتي اللي الخاصه احتمال ان الثانيه حمراء جيفن ان الاولى برضو حمراء. فبالتالي التو ايفنتس دول ار ديبندنت ايفنتس، وبالتالي هنا قيمه الاحتمال في المره الثانيه تاثرت بنتيجه السحبه الاولى، لان هنا كان هيفرق لو انا سحبت الاولانيه حمراء او زرقاء، ده هياثر على قيمه الاحتمال الثانيه. فالترايلز ديت دي ديبندنت ترايلز، وبالتالي لا ينطبق عليها الباينوميال ديستريبيوشن، لان الترايلز ار نوت اندبندنت وقيمه الاحتمال غير ثابته في كل مره. نيجي نشوف حالة الـ with replacement. أنا بعمل بيكنج للأولانية فالاحتمال 3 على 8 زي ما هو، برجعها مرة تانية وبسحب السحبة اللي بعدها، فبالتالي منطقي ان الاحتمال يبقى 3 على 8. فالتو ايفنتس هنا دول they are independent وقيمة الاحتمال بتفضل ثابتة. اللي بيهمنا هنا نقوله ان انا لو عندي المقام ده كبير بالنسبة لعدد القور المسحوبة، فتغير في قيمة الاحتمال هتبقى ضئيلة ممكن اتجاهلها، بالتالي كل ما كانت البوبوليشن بتاعتي اللي انا بسحب منها دي big population او big batch اللي انا كبيرة نسبيا بالنسبة للعينة المسحوبة، اقدر افترض ان الترايلز are independent. وفي الحالة دي بيبقى السامبلينج without replacement مقترب من السامبلينج with replacement، لان انا حالة ان انا ماخد السحبة الأولانية بس البوبوليشن كبيرة قوي، فمش هتفرق الفرق اللي هو يخلي لي الموديلنج باستخدام الباينوميال ديستريبيوشن نوت فاليد. عشان لو نحب نوضح أكتر جزئية إن
السامبلينج من فهي السلايد دي بس فهمت. هتفكرنا يعني انت لو قدامك طبق كشري مليان انا على لما الاخر بسحب مثلا وجيت انا كشري من غير ما مليان انت تاخد بالك خدت ريش معلقة كبيرة، ده هتحس ما بحاجة؟ بيعملش تأثير كبير على الاندبندنس الخاصة بالترايلز ولا بيغير قيم الاحتمالات بصورة كبيرة، ولو ده مش واضح فهمت. نبسطها شوية. يعني انت لو قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير ما انت تاخد بالك خدت معلقة هتحس بحاجة؟ هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، ان انا كل ما كان عندي بيبوليشن كبيرة وانا باخد منها سامبل صغيرة ده ما بيعملش فرق كبير، وبالتالي بيخلي السامبلينج ويز اوت ريبليسمنت مكافئ تقريبا للسامبلينج ويز ريبليسمنت، وده يهمنا في التطبيقات اللي هنشوفها دلوقتي. وبالتالي في الانسبكشن ابليكيشنز لازم نكون حذرين جدا، ان حال ما بكون بستخدم سامبلينج وزاوت ريبليسمنت، وده طبعا المنطقي في معظم التطبيقات، ان انا مش معقول هكون وانا بعمل سامبلينج لقيت ايتم ديفكتيف وبعد ما لقيته اوريدي هرجعه مره تانية، ده مش منطقي. عاده السامبلينج بيتم وزاوت ريبليسمنت، ولكن لو انا بعمل سامبلينج وزاوت ريبليسمنت فروم سمول باتش يبقى بالتالي لو البوبوليشن بتاعتي او الشحنه بتاعتي كميتها صغيره وانا بعمل سامبلينج وزاوت ريبليسمنت يبقى الباينوميال ديستريبيوشن مش هينفع معايا في التطبيق ده، وبالتالي هيبقى فيه بعد كده انواع تانية هنقدر نتعامل بيها حالة ما يكون الترايلز ديبندنت على بعضها. السلايد دي مهمة جدا، ان انا طول ما عندي سامبلينج وزاوت ريبليسمنت والباتش سايز سمول باتش سايز بنقول دايما هتبقى البروبابيليتي بتاعت السحبات المتتالية معتمدة على بعضها، وبالتالي الباينوميال ديستريبيوشن از نوت فاليد. يبقى فاليد امتى؟ في حالة واحدة فقط، لما بكون السامبل بتاعتي بيج، البوبوليشن بتاعتي اللي بسحب منها السامبل هي كبيرة، انها بيج باتش او بيج بوبوليشن. الكبيرة قد ايه او ازاي؟ ده هيبقى نسبة وتناسب مع السامبل اللي انا هسحبها، ومعظم التكست بوك بتقدر ان طول ما السامبل سايز 5% او اقل اقدر اعتبر السامبلينج وزاوت ريبليسمنت مقترب من السامبلينج وز ريبليسمنت، وبقدر في الحالة دي طول ما ال N سمول اللي هي السامبل سايز او عدد مرات اجراء التجربة بالنسبة لل N الكبيرة اللي هي البوبوليشن، ان النسبة ديت اقل من او بيساوي 5%، بالتالي اقدر استخدم باينوميال ديستريبيوشن كتقريب لحالة الموديلنج اللي أنا بعملها. نركز على النقطة دي، إن ده هيفرق فرق كبير في الاندبندنس. لو أنا بسحب سامبل والبوبوليشن بتاعتي صغيرة بالنسبة للسامبل اللي أنا بسحبها، يبقى في الحالة دي الباينوميال ديستريبيوشن is not a valid distribution. طيب أنا هعرف منين ان السامبل كبيره؟ يا اما بيذكر لي في السيناريو ان انا البوبوليشن او الحاجه اللي انا بسحب منها عددها كذا واللي انا سحباه قيمته كذا، فبالتالي انا طول ما هي السامبل وزن 5% اوكي. لو اداني تعبيرات تانية ان انا بعمل سامبلينج من ستريم اوف برودكت، يعني ان انا ده فلو، بالتالي ده برضو يدي انديكيشن ان انا الانتاج مستمر. فبالتالي حالة ما يقول لي ان انا بعمل سامبلينج من ستريم اوف برودكتس او برودكشن لاين، معنى كده ان الانتاج مستمر، او كونتينوس برودكشن، كل دي اشارات بتقول لي ان انا بعمل سامبلينج من حاجة مستمرة، فبالتالي البوبوليشن بتاعتي انفاينايت او عددها كبير. ففي كل الحالات دي الباينوميال ديستريبيوشن بتاعي valid، لان ال independence between the trials ما حصل لهاش violations، وقيمة الاحتمالات بين السحبة والتانية تقريبا اقدر اعتبرها.
هنشوف مثال دلوقتي على تطبيق الـ binomial distribution وعلى استخدام المعادلة اللي خدناها المرة اللي فاتت لحساب الاحتمالات. بيقول لي في المثال ده a random sample of 10 switches is randomly selected from a shipment of 10,000 switches. It is known that 10% of the switches in the full shipment are bad. Find the probability of getting one or two bad switches in the sample of 10 switches. بداية قبل ما أفكر أني قانون اللي هستخدمه، أشوف هل الحالة دي بتخضع لباينوميال ديستريبيوشن ولا لأ. أنا عندي هنا هو أخذ سامبل 10 من 10,000، فطبعا هنا حالة الانسبكشن طبعا هتبقى وزاوت ريبليسمنت، ولكن النسبة ما بين العينة المسحوبة للبوبوليشن نسبة صغيرة جدا، فبالتالي من الناحية دي ده valid ان انا استخدم البينوميال ديستريبيوشن. باقي الشروط التانية ان انا عندي عدد الترايلز اللي هي السامبل، اللي انا في البحث هاخد 10 وحدات كعينة، فبالتالي انا هأجري التجربة 10 مرات. نسبة المعيب في اللوت كلها ثابتة اللي هي 10%، وفي عملية الفحص انا بشوف السويتش وهاخد قرار ايزر defective or not defective, good or bad. وبالتالي كل الشروط اللي بتقول الحالة دي أقدر أطبق فيها binomial distribution valid ومنطبق. وبالتالي هنقول نفرض اسم متغير X هو بيمثل ال bad switches في السامبل، وال X ده random variable binomial distributed، ده ال N اللي ب10 وده ال1 من 10 اللي هي نسبة المعنى. المطلوب في المسألة إن أنا أحسب الـ probability of getting one or two. أنا أقدر أحسب أعوض في القانون مرة، يعني هنا عندنا الـ x دي ده random variable، نسينا نقول إن القيم اللي ممكن ياخدها هي عبارة عن 0 1 2 3 لغاية 10. فأنا المعادلة اللي أخدناها المرة اللي فاتت أقدر أحط فيها رقم واحد فقط، فأقدر أحسب عند الـ probability إن أنا عدد الباد سويتشز 1، واقدر احسب عدد الباد سويتشز 2. بما ان هو هنا بيسأل اور، فانا عندي اتحاد، فبستخدم قانون اتحاد ان انا هجمع، وطبعا مفيش these are mutually exclusive events، فبالتالي مفيش ليهم تقاطع، فبالتالي احتمال ان انا احصل على 1 او 2 باد سويتشز فعبارة عن احتمال ان الاكس بواحد زائد احتمال ان الاكس باتنين. مباشرة بعوض في المعادلة عن قيم البي ب1 من 10 وعن قيمة الان ب10، وبعوض مرة بالواحد وبعوض مرة بالاتنين، وباستخدام الكالكوليتر بحسب النتيجة بتاعتي. هنا هنحسب ازاي نقدر نحسب الـ expected value او المين فاليو للـ binomial distribution، والمعادلة دي اقدر استنتجها مباشرة باستخدام قانون الباينوميال ديستريبيوشن الاف اوف اكس مع معادلة الاكسبكتيشن، ولكن البروف بتاع الاكسبكتيشن والفاريانس مش مطلوب منكم. المطلوب مني ان انا اعرف الاكسبكتد فاليو او المين بيتحسب ازاي، هو عبارة عن الان في البي، والفاريانس بتاع الباينوميال ديستريبيوشن السيجما سكوير بيساوي ان في بي في 1 ناقص بي، اللي عدد مرات اجراء التجربة probability of success في الـ probability of failure. ناخد مثال نفس المثال الخاص بالـ inspecting switches. احنا كان عندنا الـ n ب10 والـ b ب1 من 10، والمطلوب مني find the mean and the standard deviation of this. هنشوف مثال آخر طبعا موجود تطبيق حالي كامل في صفحة 71 وال n في الـ b، ولكن احنا هنناقشه ونخلي بالنا وطالب الـ standard بنقول deviation random وليس sample الـ of variance. بالتالي بتاخد الجذر from الـ steady stream of the العلاقة دي وبعوض مع branch of this and the fraction of the affected wall variance is given. طالب مني بعض احتمالات، وطالب مني الـ average number of defective items، وطالب standard deviation. في الفكرة في البداية ان انا لازم اتحقق ان المسألة بتتبع binomial distribution. انا عندي
سامبل عددها 4، يعني تجربة بتجرى عدد 4 مرات، وبيقول لي من ستيدي ستريم، فبالتالي هنا ده كونتينيوس برودكشن او كونتينيوس فلو، على الرغم ان هو منتج ببانش بريس ولكن هو عنده ستيدي ستريم من البرودكتس، فبالتالي انا اقدر اعتبر ان البوبيوليشن انفاينايت، البوبيوليشن هنا غير محدود، عددها كبير، انا سحبت منها 4، فبالتالي مفيش اي فيوليشن لل اندبندنس كونديشن، ومديني هنا الاحتمال بتاع الديفكت في العموم ثابت وقيمته 1/10، فبالتالي انا هنا كل الشروط الخاصه بالباينوميال ديستريبيوشن منطبقه، وان الان بارامترز بتاعت الديستريبيوشن 4/1، والتجربه طالما اجرت 4 مرات يبقى عدد الديفكتيف ايتمز 0 1 2 3 4. اول سؤال بيسأل على احتمال 1 ديفكتيف ايتم، فانا بستخدم القانون 4C1 وبرفع احتمال الديفكتيف لعدد وحدات الديفكتيف في احتمال النون ديفكتيف لان ناقص الواحد. المطلوب الثاني هو بيسأل على البروبابيليتي اوف 1 اور ليس، فهنا 1 or less يعني بيسأل على cumulative probabilities من أول واحد وما أقل من الواحد. الفكرة هنا إن لو أنا عندي السامبل كبيرة شوية وبيسأل على رقم كبير فيها، يعني مثلا لو السامبل 8 وهو بيسألني مثلا 7 أو أقل، فبالتالي أنا هقدر أحسب من 0 1 2 3 لغاية 7، كل دي قيم هحسبها وأجمعها، فبالتالي خلينا فاكرين ان انا ممكن اجيب 1 ناقص الكومبلمنت بتاع الايفنت، ان انا ممكن احسب الثامن واطرح من 1، يبقى ده الاحتمال المطلوب، ما ننساش النقطه ديت. او ان انا لو هحسب باكسل زي ما هنشوف، هستخدم ان انا احسب الكوميوليتيف فانكشن وليس القيمه سنجل فاليو، فبالتالي هنا نرجع للمطلوب، هو طالب 1 or less، فبالتالي هحسب عند الواحد وعند الصفر واجمعهم. كل اللي هعمله ان انا هغير تعويض الارقام في المعادله الاساسيه بتاعتي واجمع الناتج. الافريج نمبر، هو ده الافريج، الاكسبكتد فاليو، مين، كل دي بدائل لاسم بيشير لحاجه واحده اللي هو المتوسط بتاع المعيب في العينه، هو ده عبارة عن حصل ضرب ال N في ال B والستاندرد ديفيجن زي المسألة اللي قبلها بالظبط، مفيش فيها فكرة جديدة. هنشوف دلوقتي ازاي نستخدم الاكسل فانكشنز عشان نقدر نحسب بيها الباينوميال بروبابيلتيز. في البداية علشان نتعلم ده، هنفتح بلانك اكسل شيت في اي سيل فاضية، هنكتب علامة يساوي وبعدين نكتب أول حروف الأولى من binomial ونختار binomial distribution. الـ arguments عندي الـ number of successes، الـ trials نشوف على المثال بتاعنا كان الـ number of successes مطلوب في المطلوب الأولاني يبقى 1، وكان الـ number of trials 4، وكانت الـ probability of success 1/10، وكان المطلوب في المسألة الأولى إن أنا أختار cumulative أو not cumulative، كانت not cumulative، ومطلوب عندي أحسب عند x بتساوي 1، فهحسب إنها false، وبالتالي هقدر أحصل على النتيجة بالشكل ده. لو عايز أحسب عند x أقل من أو بيساوي 1، كل اللي هغيره بدل ما هي مكان الكوميوليتيف هكتب ترو بدل الفولس، وفي الحالة دي هيحسب لي الواحد وكل الأقل من الواحد ويجمعهم مباشرة اللي هو زي المطلوب التاني في المسألة بتاعتنا. دي جاست سكرين شوتس اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات علشان تبقى متاحة معاكم في الهاند اوت بتاع المحاضرة، ولكن بنحب نوضح ان ده لحساب المطلوب الاول. انا عايز احسب المطلوب التاني اللي هو احتمال 1 او اقل، كل اللي هيتغير هنا ان انا هستخدم الكوميوليتيف فانكشن، فبدل ما احط هنا فولس هختار ترو، وبالتالي هيديني احتمال ان عدد المعيب
اقل من او بيساوي واحد، يعني هيديني قيمه الكوميونيتي فانكشن، تقدروا تجربوها بنفسكم وتشوفوها. ده اللي مطلوب منكم في الاكسل بخصوص الباينوميال ديستريبيوشن. في فانكشن في الباينوميال ديستريبيوشن بتحسب الرينج، بتحسب الانفيرس لو حابين تطلعوا عليها اتس اوكي، ولكن كامتحان ده فقط المطلوب منكم. وطبعا هيكون السؤال احنا هنتسأل في الحاجة زي كده في الامتحان ازاي، فعشان كده في السلايد الجاية هوريكم سامبل ازاي سؤال على حساب الباينوميال ديستريبيوشن باستخدام الاكسل في الامتحان ممكن السؤال يبقى شكله ايه. هنا في السؤال بيبقى معطى بالنسبة لك بالنسبة لك المهندسات السنتاكس بتاع الباينوميال ديستريبيوشن على الاكسل، بحيث ان انا مبقاش محتاج ان انا احفظ هي الفانكشن شكلها ايه، لان انا في الواقع في تطبيق الاكسل لو انا ناسي الشكل بتاعها بالظبط ممكن اكتب الحروف الاولانيه وهي بتظهر. فبالتالي هنا ده الفانكشن ودي الارجمنتس بتاعتها، بس هنا طبعا لازم كل واحد يبقى عارف هي الارجمنتس ديت معناها ايه او بتشير لايه. المسألة بتقول given that the binomial distribution function syntax in Excel is as follows، مديني الفانكشن. If you know that the probability that a certain kind of component will survive a given shock test is 0.9، which of the following will calculate the probability that exactly 3 of the next 20 components tested will survive. فهنا هنا survival or not survive ده هي السكسس والفيلير، فالسرفايف ده بيمثل السكسس بتاعي. عدد الترايلز هما ال n ب 20، والبروبابيلتي اوف سكسس اللي هي البروبابيلتي اوف سرفايفل هي 9 من 10. هو هنا بيسأل على ايه الكومبوننتس اللي انا بعمل لها اختبارات ديت، دي راندوم فاريبل خاضع لباينوميال، الاكس بتاعتي بتاخد قيم من 0 1 2 لغايه 20، فده باينوميال ديستريبيوشن البارامتر بتاعته ال n ب 20 والبي ب 9 من 10، لكن هو بيسأل على ايه تحديدا؟ هو عايز البروبابيلتي ذات اكزاكتلي 3 ويل سرفايف، فبالتالي انا عايز احتمال ان الاكس ب 3، وبيخيرني انهي واحده من دول اللي هتديني المطلوب. نيجي هنا هو بيحط 3، فالعدد 3 هم في كلهم 3 والعدد ان 20 ودي البروبابيلتي اوف سرفايفل، انا عايز انا بدور على السرفايف، فدي ودي صح، لكن دي probability of failure مش ده المطلوب. نيجي بقى نحصر هل هي true، هل هو cumulative 3 او اقل ولا 3 بس؟ لا هي 3 بس، فبالتالي not cumulative فهختار false، وبالتالي الاجابة الصحيحة في دول هتبقى هي رقم C. على هذا الشكل ممكن نتسأل في الاكسل في البينوميال ديستريبيوشن او في اي ديستريبيوشن هناخد له الاكسل فانكشن بتاعته في المحاضرات القادمة.